طيب كيف تبين نلعبها هذه عشان بس انا اعرف كيف اتواصل معك؟ هذا اتوقع انه اكثر تنين مولع انا واجهته بحياتي. مت؟ تعال خلنا نجرب عليك القوس الجامد حقي، من زمان ما استخدمته بما انه كذا. واو يدمج، واو يدمج، ايش هذا يا عيال؟ والله اني اعرف القوس حقي، القوس حقي ما يدمج كذا بالعاده، صدقوني ان الدمج حقه دائما يفشل. لا انا جربته معكم المقطع اللي راح جربته معكم يا عيال القوس، وشفت الدمج حقه كيف كان. هذه شلون اراوغ منها؟ يا عيني يود بقتله. لا ما بقتله كذا، بجرب السيف. لا ما ابغى قتله كذا. أوكي. والله يا عيال توقعت ان هذا بيطول معي كثير. ما اشوف يا اخي، ماني قادر اسوي تحديد على الرجل. ليش عطى في بلد لوس ولا ما في؟ ايش هذا؟ ايش انا سويت لها دوج؟ ما ادري الدوج ايش كان بالضبط، انا ما ادري. طبعا انا ما عندي كوكري من المقطع اللي راح يا عيال، نسيت اشتري والله. شوفوا دامه هو راح بعيد يا عيال بعطيه بالقوس، انا اسف، دامه هو راح بعيد بيلقم بالقوس. تروح بعيد تلقم. ليش الدمج 500؟ اي بس النار حقت التنين هذا ضعيفة للأمانة، بالعادة التنانين النار عندهم اقوى بكثير. والله اني توقعت اني بطول معك، والله يعني لأي درجة توقعت اني بطول معه يا عيال؟ لدرجة اني جيت متأهب نفسيا وجايب عصير برتقال، والله العظيم عصير برتقال، يعني توقعت اني بقيس. طبعا هذا ما هو دي، وانا ماني متفاجئ لان في واحد في التعليقات كتب لي المقطع اللي راح قال لي اللي انت عطيته الدرع ما كان دي، هذا كان اخو دي، لعل قتل فيها السبب من الاسباب، والله ما ادري وش هو يا عيال. وطلعت لي اغراض. اوكي الدرع حق فيها. اوكي يعني ملابس فيها. بعدين البوابه هذه وين بتوديني؟ هذه ما دخلت فيها انا ولا مره ترى. اوكي هذا نقلني للكابيتال، هذا نقلني للعاصمه. هذا يا عيال انتم ما انتم فاهمين، انا منكم، انا منكم، انتم ما انتم فاهمين. انا كنت متوقع ان التنين هذا المقطع كله بنقعد عنده، هذا اللي انا كنت متوقع يعني. فبما اني انا قتلته من اول دقيقتين في المقطع، يعني ما ادري وين اروح بالضبط. انا ما في جدول، الجدول كان التنين. قسما بالله توقعت بطول، والله العظيم يا عيال توقعت بطول. عيال انا لي يمكن كم 5 دقائق 10 دقائق قاعد الجلسة هذه، ما ادري وش اسوي. عيال انتم ما انتم فاهمين الجدول حق المقطع كله خرب. هذا ليش مات بسرعة هذا؟ يا اخي انت ازعجت امي قسما. اوكي الاعداء اللي هنا ما هم بذيك القوة يعني، للحين اقدر اضربهم. انت الشيخ الكبير، اديني اطعنك من وراء، عندي سؤال بس. لا مو كذا، لا من ورا اقدر اطعنك. والله يمدي. يا اخي احب الاعداء اللي شكلهم غريب كذا، ما ادري ليه. الله المنظر جامد والله. شلون؟ ما راح اطلع له. هذا واجهت واحد مثل هذا، تعال. تلقم بالقوس. والله ما شفتك والله. والله معلي، انا ما شفتك الا يوم صرت مره قريب منك. ملابس جديده، وش اسمه؟ فيج جارب، هذا لبسه. هذا اللبس معفن يا عيال، اللبس معفن. انا ودي احط اللبس حق رادان، بس يا اخي اللبس حق رادان يتعارض مع القوس، لاني ما اقدر اخذ لبس رادان والقوس بنفس الوقت، بحكم ان القوس جدا ثقيل. والله مو القوس اللي جدا ثقيل، رادان هو اللي لبسه جدا ثقيل. بس خلينا نحط الحين اي شيء يا عمي، انا ما عجبني. يمديني اروح هناك؟ اوكي طلع ما يمديني. انا وين رحت؟ حيوا الشباب. دقيقة يا ولد، انا بالغلط جاي هنا. انت قوي انت. لا قوي. اوكي. عمي موت. اوكي. يا ولد انا ضايع يا عيال، انا ضعت.
تمزح يا رجل، يسوي سبام كذا للأبد. لا 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 لا، موت لا موت، معي كان معي تقريبا 200,000. خسي تخسي يويلي، بيسوي سبام البزر، يبي يسوي سبام. لا 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 لا، وين راعي القوس يا بزر؟ انت تطلق من بعيد، واجه مثل الرجال. اوه القوس اللي معي نفس القوس اللي معي. القم 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 عشان ثاني مره تعرف كيف تستخدم القوس يا غبي. اوه ملنا. My utmost thanks for bringing me to the base of the Erdtree, and thus the accord is fulfilled. I shall depart to ascertain the purpose I was given. Farewell. I shall leave Torrent and the power to turn runes into strength here with you. I wish you luck in realizing your ambition. You have fought long and hard. I have no doubt you will become Elden Lord. May you take the throne. اوكي، جتني وقالت لي كلام جدا مهم يا جماعه الخير. لو تتذكرون في اول حلقه، هي اول حلقه ولا ثاني حلقه؟ هي اول حلقه يا ثاني حلقه. اول مره قابلت ميلينا قالت لي انا بسوي معك اتفاقيه، ومن ضمن الاتفاقيه اني انا اجيبها هنا في العاصمه. فالحين هي جتني قالت يعطيك العافيه، انت سويت جزئيتك وجبتني للعاصمه. وهي طبعا خلتني اطور من نفسي، اطور الشخصيه، وسمحت لي بعد اني اخذ الحصان تورنت. فتقريبا يعني الصفقه الحين شبه كامله. طيب انا كنت بروح، انا كنت بروح. اوه برجع وبغ. ياوك ياوك ياوك، 200,000 كانت بتروح بسبب فول دامج. طيح تحت، طيح 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 تحت. انا كنت بروح، انا كنت بروح يا نعل، انا كنت بروح. جيب ال 200,000 حقتي. مين هذا يا عمي؟ انقلع يا عمي. لا لا، ادري انك بتتحرك. اصبر خلني اخذ هذا ثم اصبر اصبر، خلني اطلع اصبر. يعني يا جماعه انا اقدر اجدول عليه هذا، لكن انا في المقطع اللي راح شايل اثنين منهم. اوكي لحظه، اقدر اغش؟ لحظه 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 لحظه، اقدر اغش يا عيال؟ اقدر اغش؟ لا والله اقدر اغش، يعني لو مره من جد ابي يعني يمدي. يا اخي مستحيل حاطينها بالغلط، انا متاكد انهم قصدينها. لا 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 ولد اصبر، صل على النبي. المشكله الدمج حق القوس عليه جدا ضعيف، يعني جدا ضعيف، يعني 200. شلون شلون الاولى ما وصلت الثانيه وصلت؟ تستهبل انت يا شيخ. والله العظيم شوف، ايش رايك تخليني اطلع على الشجره هذه وخلاص؟ يعني ايوه يعطيك العافيه حبيبي حبيبي، ما تقصر. طيب قسما، لا لا لا، فلوسي 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 فلوسي. لا لا، فلوسي 200,000. بتموت موتة كلب، موتة كلب، بتموت بتموت موتة كلب. آخ راحت ال 200,000، راحت ال 200,000. أنا وش جابني هنا أصلاً؟ وأنا ليش كنت أبي أطلع فوق؟ يا أخي بس بس دقيقة دقيقة، أنت والله واضح إنك قوي، والله واضح إنك قوي، والله الواضح إنك قوي. ثواني خليني أحط طفات علشان ما أنصدم من الدمج اللي بيجيك. أوكي أوكي، الدمج حقك اوكي 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 اوكي، الدمج عالي، بس حتى انا الدمج حقي عالي. اثنيننا متساويين، اثنيننا متساويين. تعال، لان انا الحمد لله انك طلعت لي. والله العظيم يعني انت ما عندك اي فكره ان انا ما كان عندي جدول في المقطع هذا، فاللهم لك الحمد انت صرت الجدول. واضح اني انا الجدول. يا عيني يا عيني، لا لا اصبر، ايش الضرب السريع هذا؟
يبغى لي اشرب سحر. القوس ينفع ضدك، المشكله ما ابغى السحر اللي على السيف يروح، لو اطلع القوس بيروح. ايزي ايزي يا عمي، بدون قوس بدون شيء يا رجل. ومشكلته الضرب حقه ما يوقف، ومشكلته في الستامنا عنده ما تخلص ما شاء الله. قادفري حبيبي ستامنا يا عمي، هذا قاعد يلكم في ضميري يا عيال. يا عيال هذا ما عنده يم، ارحميني يا دن. ضعيف بس ما توقف ضرب. بابا خلاص يا عيال ما عنده ستامنا، صدقوني ما عنده ستامنا. ما عنده ستامنا يا عيال، صدقوني مبرمجينا بدون ستامنا. أكيد. لا توقف، ليش توقف ده ما عندك ستامنا يا أبرك. صح انه معطينا ستامنا لا نهائية، بس الحق ينقال الهيل حقه مرة قليل. اوكي لا النظام انه يشيني بضربتين. لا البس درع حبيبي، حط درعك. شوفوا كيف اشيل الحين من اول محاولة، باذن الله انها من اول محاولة يا جماعة. بسم الله. تعال ارم الفاس حقك، ارم. اوكي غير الاستراتيجية، اكيد غير حبيبي. شاف ردان دخل عليه. جديدة حلوة. أول ما هيل بينط في اسمه وبيعطيني بالفاس صح؟ لا والله ما سواها. الحين سواها. شوي قمط؟ أح. تعال. موت يا حمار موت. ما كان له داعي غير الدرع اصلا، الدرع كان تأثير نفسي لا اكثر ولا اقل. ما ضربني كثير اصلا.